قال ناطق باسم رويال داتشيل إن الشركة اتفقت على بيع حصتها في حقل غرب القرن واحد النفطي إلى إيتو تشو اليابانية. وأوضح الناطق باسم شيل أن الشركتين توصلتا لاتفاق على بيع حصة شيل في حقل غرب القرن واحد النفطي، وتعكفان حاليا على نيل جميع الموافقات اللازمة من الحكومة في بغداد. قال النائب جمعة ديوان إن عقد المشاركة الذي أبرمته شركة الناقلات العراقية التابعة لوزارة النفط مع الشركة العربية للملاحة سوف يسلم رقابة العراق النفطية لأياد غير عراقية وسيشل عمل شركة سومو، مشيرا إلى تشكيل لجنة برئاسته للتحقيق في العقد. وقال ديوان إن عقد المشاركة بين الشركتين يشوبه الكثير من الفساد. أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن تمديد فترة إقامة معرض صنع في العراق لغاية يوم السبت المقبل. وقال مدير مركز الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد علوان الشمري إن التمديد جاء لفسح المجال أمام ممثلي الوزارات ومؤسسات الدولة والمعنيين والمهتمين بالشأن الصناعي والمواطنين لزيارة المعرض والاطلاع على المنتجات الوطنية. أعلنت وزارة الكهرباء عن افتتاح محطة تحويل كهرباء الكاظمية 132 كي، والتي أنجزت من قبل الملاكات الهندسية والفنية التابعة للمديرية العامة لمشاريع نقل الطاقة الكهربائية. وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي إن هذه المحطة قد تم إكمالها ونصب معداتها من قبل الملاكات الوطنية بعد أن كانت متوقفة على مبالغ مالية لم تكن متوفرة في الموازنة الحكومية بمبلغ لم يتجاوز 100 مليون دينار بعد أن كان المطلوب 2 مليار دينار. أعلن النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي خلو المحافظة من أي إصابة بمرض إنفلونزا الطيور، مشددا على منع دخول الدواجن من المناطق المصابة بالمرض. وقال الدخيلي إن خلية مكافحة إنفلونزا الطيور اجتمعت وتوصلت إلى خلو المحافظة من أي إصابة بمرض إنفلونزا الطيور على الرغم من وجود المرض في محافظات بابل وديالى وواسط.